بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم. بس اللي قدامكم السؤال الثاني في التوقعات للوحدة الأولى في الهندسة الفراغية. السؤال بيقول ألف باء جيم دال مربع زي ما انتم شايفين في الرسمة، طول ضلع 8 جذر 2 سنتي. لو حبينا نوضحها أكتر هنرسم كده المربع كده بالشكل كبير شوية عشان إيه تبقى أوضح. يعني المربع اللي قدامكم دوت ألف باء جيم دال طول ضلعه 8 جذر 2 سنتي. الألف جيم موصلينه كده، فينا نقطة اسمها هاء والهاء متوصلة بالدال. أول حاجة لازم نعرفها إن الباء دال طوله كام. الباء دال يعني وانا حبيت اوصل الباء بالدال هيبقى طوله كام. اولا لما يبقى طوله ضلع 8 جذر 2 والجيم دال 8 جذر 2، فلو طبقنا حتى نظرية فيثاغورس على اعتبار ان ده مربع تمام كده، يبقى هيطلع الباء دال ده طوله كام يا اولاد؟ 16 سنتي. الباء دال ب 16 سنتي، طب والالف جيم برضو ب 16 ايه؟ 16 سنتي. طيب الدال ميم، ما هو الاثنين بيتلاقوا في نقطه اسمها ميم، الدال ميم تبقى بكام؟ ب 8 سنتي، ده شيء طبيعي جدا. طيب المثلث دال هاء ميم، دال هاء ميم المثلث ده لو بصينا له كويس هنلاقي ان الدال ميم قلنا بكام؟ ب 8 سنتي، والهاء ميم بكام؟ بستة سنتي. الهاء ميم بستة سنتي. طيب ودي طبعا زي ما انتم عارفين ان القطران في المربع متعامدان. طيب احنا هنا عايزين نعرف حاجة، ليه ده بستة ليه؟ لان انا قايل لك في السؤال ان الهاء دال بكام؟ ب10 سنتي. يبقى لو حبينا نطبق نظريه فيثاغورس يبقى الهاء ميم هيبقى بستة. في هذه الحاله الالف هاء دي هتبقى بكام؟ طبعا ب2 سنتي، لان الالف ميم ب8 سنتي، يبقى نقول له ان الالف هاء كمان ب2 سنتي. كده يعتبر جبنا الاطوال. المطلوب مني بقى ان هو عايز الجيم باء متجه، طرب قياسي ألف هاء متجه. لو بصينا على الجيم باء متجه، جيم باء متجه هنلاقي عبارة عن 8 جذر 2 اللي هو الجيم باء نفسه في متجه اتجاه الوحدة بتاعه، يبقى الجيم باء متجه ب 8 جذر 2. طيب لو حبينا نجيب الألف هاء متجه، آدي الألف هاء متجه، هو ده الألف هاء متجه، طوله في جتا كام؟ هنا طبعا المسقط بتاعه كان جتا صفر اللي هو الجيم باء، جتا صفر بواحد هيبقى 8 جذر 2 عادي، لكن التاني ده لما نيجي نضربه هيبقى طوله اللي هو المعيار بتاعه اللي هو 2 في جتا الزاوية اللي بيصنعها مع اتجاه الموجب لمحور السينام. طيب هو بيصنع زاوية كام؟ هنا 45 طبعا، دي 45 هذا مربع. طب يبقى الباقي كام من 180؟ 105 وكام؟ و30. هيبقى في جتا 135 لان احنا دايما بنجيبها مع اتجاه الموجب محور السينات. هيبقى 8 جذر 2 في 2 ضرب جتا 135 اللي هو كام؟ سالب 1 على جذر 2. هتطلع يروح الجذر 2 مع الجذر 2، هتطلع في الاخر سالب 16، يعني الاجابه هتبقى رقم جيم. تمام، اتمنى انكم تكونوا فهمتوا طريقه حل السؤال، واستنوني في السؤال القادم.